السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلوى محي، قناة تفاني سلوى محجي. النهاردة عامل مقلمة أو منظم أدوات بردك من علبة لبن وورق الفوم، سريعة ومش مكلفة، والأولاد ممكن يلموا فيها الألوان وقلمهم وحاجتهم. طريقة بسيطة خالص، دي ورقة فوم بقصها على قد العلبة من جوه وبثبتها من الطرف كده بمسدس الشمع. دي قطعة من الفوم الأبيض ثبتها عليها من بره برضو مسدس الشمع. هلزقها من الجنبين، اثبت الفوم على العلبة كويس. بعد كده عندي ورقة فوم زرقاء لفها حوالين العلبة، هتنيها الأبلة، هتنيها من فوق كده لجوه، وبعدين اثبتها برضو من الطرفين على العلبة من تحت، اوسطنها بالظبط واثبتها من هنا على طرف الفوم الابيض، ومن الناحية التانية على طرف الفوم الابيض من اسفل العلبة، النص التحتاني من العلبة برضو بنفس الطريقة الناحية التانية. بالشكل ده بتني حرف اللبني على شكل ياء، يعني ياء الجاكت، والأبيض ده قميص. بثبت الفوم بقى كويس على العلبة بعد لما تنيت الطرفين اللبني، من القلم الجاف ببتدي اعمل خطوط رفيعة كده على حرف الفوم، حرفيات القميص، حروف الجاكيت، بعد كده عندي حتة فوم سمرة اهي أقصها على شكل فيونكة ببيون، يعني
ألزقها على يقة القميص لحرف العلبة من فوق، الشكل ده. ثبت الياقة كويس، ابتدي اعمل جيب صغير بنفس لون البيبيون، عندي خلاص كده زراير هحطها على القميص، زراير حمراء خرز احمر يعني على شكل زراير. بس وبالشكل ده بكون انا عملت مقلمة للولاد او منظم ادوات. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك عشان تدعموا القناة. ممكن بقى بطنها من جوه القاعدة ومن بره بقطعة من الفوم كده قصة مدورة.